الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادي عشر بتوقيت الرياضة، أنا صهيب شراير وهذه أخبار الساعة. بعد أن اقتربت من موسكو مسيرات أوكرانيا تشن هجوما على القرم، وروسيا تشدد الرقابة على الحدود والحركة الجوية. قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي يعترف بأن عنف المستوطنين في بلدة حوارة في نابلس كان مجزرة منظمة. العربية في مخيم الهول ترصد الأوضاع الأمنية فيه بعد اكتشاف نشاط واضح لخلايا التنظيم بداخله. لا تعض اليد التي تطعمك، بهذه الكلمات الصين تهاجم إيلون ماسك وتهدده بتسلا، والسبب تغريدات ماسك حول أصل كورونا. وسعت موقعنا، أهلا بكم في أخبار الساعة. رقعة القتال تتسع شيئا فشيئا في أوكرانيا لتشمل حتى الأراضي الروسية على ما يبدو. في آخر التطورات قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، وبلغ عدد الطائرات التي تم بها الهجوم 10 مسيرات تمكنت من إسقاطها القوات الروسية التي قالت إنها نجحت في صد الهجوم الذي لم يتسبب في أي أضرار. هجوم طرح السؤال حول إما إذا كانت أوكرانيا تنوي البدء في شن هجمات على الأراضي الروسية، وهو ما كان نفاه مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك. الكرملين رد على هذه التصريحات بأنه لا يصدق بيان الرئاسة الأوكرانية بشأن مهاجمة مناطق في روسيا، وذلك بعدما صرح المستشار ميخايلو بودولياك بأن أوكرانيا لا تهاجم مناطق في روسيا. وكان مسؤولون روس قالوا إن أوكرانيا حاولت إطلاق سلسلة هجمات بطائرات من دون طيار على الأراضي الروسية. وهجوم أوكرانيا هذا على شبه جزيرة القرم بالمسيرات لم يكن الوحيد، تقول موسكو، بل إن هناك هجوما أوكرانيا غير مسبوق بطائرات مسيرة وصل إلى أطراف العاصمة الروسية موسكو في واقعة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب قبل عام، تقول وزارة الدفاع الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخل على الخط حيث وجه أوامره بتكثيف النشاط الأمني والاستخباراتي في مواجهة التهديدات الجديدة، وقال إن بلاده سوف ترد بكل الوسائل على أي خطر يتهدد أمنها القومي. وتواترت معلومات حول تعرض مناطق في روسيا لهجمات بمسيرات أوكرانية أيضا، وأعلنت السلطات الروسية أن 3 مسيرات أوكرانية تم إسقاطها في شوارع مدينة بلغرود الروسية، ما ألحق بعض الأضرار بنوافذ المنازل والسيارات في تلك المناطق. كما أعلنت القوات الروسية عن التصدي لجسم طائر سقط في منطقة أديجيا، لكن الحادثة الأكثر لفتا للأنظار تمثلت في الإعلان عن إسقاط مسيرة في بلدة كولومنا على أطراف العاصمة الروسية، لتكون المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو وصول هجمات مماثلة إلى العاصمة الروسية. تحدث زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل عن أهمية انتصار أوكرانيا والدعم الأمريكي لها ومواقف أصدقاء الولايات المتحدة الأخيرة تجاه أوكرانيا. أصدقاؤنا وشركاؤنا في الشرق الأوسط كان عليهم أن يواصلوا التعامل مع روسيا كقوة مؤثرة في المنطقة منذ أن فشل الرئيس أوباما في فرض خطه الأحمر في سوريا واندفاع الرئيس بوتين إلى هذا الصراع. الآن يرى شركاؤنا نفس القذائف الإيرانية والطائرات بدون طيار التي ضربت مدنهم وتستخدمها روسيا لمهاجمة أوكرانيا. إنهم يعلمون أن موسكو ستكافئ طهران قريبا، وستكون روسيا المنتصرة أقل تقييدا في توفير القدرات المتقدمة لإيران. وبينما تتواصل المعارك في مختلف الجبهات في أوكرانيا، تزداد حاجة كييف إلى الأسلحة الغربية، وإن كانت تتدفق بشكل متواصل من جهات متعددة. حاجيات الجيش الأوكراني ما فاتت تتزايد منذ بداية الحرب، حيث باتت أوكرانيا تتطلع إلى الحصول على مقاتلة F-16 من الولايات المتحدة. واشنطن من جهتها لازالت لم تحسم قرارها بعد بخصوص تسليم الطائرات. جلسات الكونغرس الأمريكي شهدت مناقشات متواصلة بين عدد من النواب ومسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية حول إرسال مقاتلة F-16 إلى كييف. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يطالبون بتزويد أوكرانيا بF-16.
لكن إرسال طائرات الـ F-16 إلى أوكرانيا يصطدم بعراقيل عديدة قد تجعل الخطوة غير فعالة. أولى هذه العقبات هي المدة الطويلة التي يتطلبها التدريب على استخدام المقاتلات والتي قد تصل إلى 18 شهراً، كما أن تسليم المقاتلات القديمة يتطلب في أفضل الأحوال مدة تصل إلى 18 شهراً، أما شراء وتسليم طائرات جديدة فقد يستغرق ما يصل إلى 6 سنوات، دون أن ننسى التكلفة المرتفعة للطائرات وعوائد أخرى من قبيل الحاجة إلى تدريب الميكانيكيين وتوفير مهابط تستوعب هذه الطائرات، فضلاً عن امتلاك قطع غيار للمقاتلات. لكن المؤيدين لفكرة تزويد أوكرانيا بالمقاتلات يشددون على أنها ستساعد كييف كثيرا في المعارك، حيث ستمكنها من استهداف أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية، وتتوفر هذه الطائرات على إلكترونيات متطورة للغاية قادرة على الوصول إلى أهداف دقيقة. وتأتي كل هذه التطورات بينما لم يتغير لحد الآن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من تسليم المقاتلات لأوكرانيا، حيث قال في آخر تصريح بخصوص الموضوع إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي لا يحتاج إلى هذه الطائرات حالياً. إسرائيل تسير نحو اتخاذ قرار متشدد على خلفية الهجمات الفلسطينية الأخيرة في إسرائيل، ويتعلق الأمر بمشروع قانون صادق عليه الكنيست الإسرائيلي يتيح إعدام الفلسطينيين منفذي الهجمات ضد إسرائيل. ومن المقرر أن يمر القانون بثلاث قراءات أخرى في الكنيست حتى يصبح قانونا نافذا. وفي أولى ردود الفعل انتقد مركز عدالة، وهو المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، انتقد مشروع القانون بعد المصادقة عليه، وقال المركز إن الحكومة الإسرائيلية من خلال هذا القرار تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين. كما اعتبر المركز مشروع القانون هذا بأنه غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتايد. قال مسؤول عسكري إسرائيلي بارز إن حرق عشرات السيارات والمنازل الذي قام به مستوطنون يهود متطرفون في بلدة فلسطينية كان مجزرة منظمة. وأضاف قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إن الجيش لم يكن مستعدا للعنف الذي ظهر بهذا الحجم في بلدة حوارة في نابلس بالضفة الغربية. ما حدث في حوارة مذبحة منظمة من خارجين عن القانون، ننشر قواتنا قدر استطاعتنا بعد كل هجوم. هناك ظاهرة من خارجين عن القانون يذهبون إلى مفترقات الطرق ويرشقون بالحجارة ويقطعون ممرات فلسطينية. كنا مستعدين لمثل هذا الفعل وحتى أكثر منه، لكن لم نكن جاهزين لمذبحة بهذا الحجم وهذا العدد من الأشخاص. وما تزال قوات الأمن الإسرائيلية تجري عمليات بحث ومطاردة خلف منفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة جنوب نابلس بداية الأسبوع الحالي، أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين، فيما يمنع أصحاب المحال التجارية على الشارع الرئيسي من فتح أبواب محالهم أو إزالة أثار الدمار من داخل المحال التي احترقت بفعل هجوم المستوطنين. أبو أحمد، وبعد مرور 3 أيام يتفقد آثار الدمار الذي لحق بممتلكاته جراء هجوم المستوطنين عليها بداية الأسبوع. خلع البواب وفات من هون، يعني ما صبروش لسه يفتح الباب، إشي نط من هون وإشي خلع البواب من هون، وفاتوا جوا الحوش هون عندنا، كسروا هاي السيارة وحركوها. إحنا كنا فوق طبعاً، وممنوع حدا ينزل، ممنوع، وبطخوا علينا مسيل دموع وقنابل صوت، وجيش الاحتلال بحرسهم كان الجنود. وهاي الواجهة طلع كيف كله على الدار، على الدار جوا، والدخن طبعا جوا الدار، واحنا 7 جوا الدار، عندي 5 أولاد، 5 أطفال عندي، احنا 7 محصورين فوق. عشرات المركبات والمنشآت أحرقت وتركت خلفها كما من الخوف وعدم الشعور بالأمان قد لا تستطيع جهود التضامن والدعم تبديده. حديثنا عن حماية دولية اشبعنا كلام، إذا لم نكن نحن بحماية أهلنا، وأعتقد إنه اللجان الشعبية هي الرد الحقيقي على كل ما يقوم به المستوطنين من عربدة وغير ذلك. المجتمع الدولي يكتب تقارير، المجتمع الدولي يدين، المجتمع الدولي يستنكر، ولكن بالمجمل العام حان الوقت إنه إحنا
شعبيا نتصدى للمستوطنين. حوار أشبه بمدينة أشباح يخيم عليها الصمت والحزن، كما يمنع الجيش الإسرائيلي أصحاب المحال التجارية من فتح أبوابها. حجم الدمار على الأرض ورائحة الحرائق في المكان تدل على حجم الخوف الذي عاشته هذه البلدة قبل 3 أيام، وعلى حجم قلة الحيلة في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. من بلدة حوارة شمال الضفة الغربية، خالد القاسم، العربية. متابع من القدس مع مراسل العربية زياد حلبي. زياد، أهلا بك معنا. بنيامين نتنياهو تحدث هذا المساء قبل قليل، صحيح كان يتحدث عن الاحتجاجات الداخلية ضد قانون إصلاح القضاء، ولكنه عرج على حوارة. أهم ما قاله نتنياهو هذا المساء زياد؟ الواضح بأنه تحت وطأة ضغط شديد، بفعل أن الشارع الآن بات بشكل واضح يضغط على هذه الحكومة بسبب ملف إضعاف القضاء أو الانقلاب على نظام القضاء في إسرائيل. ولهذا نتنياهو عمليا حاول أن يتهم المعارضة أساسا بمحاولة التسبب بالفوضى داخل إسرائيل، وربما ضرب مثلا فيما حدث بحوارة، وأنه عارض عمليا أخذ القانون بأيديهم، يقصد المستوطنين، فيما أن وزراء بارزين في الحكومة أيدوا هذه العملية بشكل أو بآخر. اليوم وزير المالية سموتريتش قال يجب أن تدمر حوارة عن بكرة أبيها، وطبعا سمعنا الخارجية الأمريكية انتقدت وطلبت نتنياهو بأن يخرج علنا ضد هذه التصريحات. الواضح أن هناك أزمة عميقة الآن في إسرائيل، وبدأت تؤثر في أكثر من اتجاه على الأمن وعلى العلاقات الدولية الإسرائيلية وداخل إسرائيل. نعم، هذه الأزمة الداخلية في إسرائيل وشكل الحكومة الإسرائيلية وهذه التصريحات التي نسمعها، وإضافة طبعا إلى الاقتحامات والأحداث التي حصلت مؤخرا، كيف تنعكس زياد على الوضع الميداني، وضع الضفة، المناطق والمدن العربية، كذلك هناك المدن الفلسطينية والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، على رأسها طبعا حوارة التي شهدت الاقتحام الأبرز قبل أيام؟ رأينا التأثير بشكل لا يقبل التأويل. في حوارة أكثر من 400 مستوطن عمليا هاجموا هذه القرية الفلسطينية، أحرقوا عشرات المنازل ومئات السيارات، والجيش الإسرائيلي لم يفعل شيئا في مقابل هذا المشهد. عمليا هناك رياح دفع قوية لهؤلاء بسبب وجود متطرفين داخل الحكومة، خاصة الوزير بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي. للتذكير فقط، هو مدان بالانتماء إلى تنظيم إرهابي في إسرائيل، كاخ الممنوع قانونيا، وبالتالي من تراهم في الضفة الغربية النواة الصلبة لهؤلاء هم ينتمون إلى هذه التنظيمات. هذا يؤثر كثيرا في عذرا على المقاطعة، لجهة كما تفضلت قبل قليل العمليات الفردية. الحكومة الحالية بتشكيلتها هذه تواجه أزمة داخلية كبيرة، احتجاجات، والمتظاهرون اليوم اشتبكوا مع الشرطة، المعارضة الإسرائيلية تشن كذلك هجوما لاذعا على نتنياهو وتحمله المسؤولية. هل يمكن أن تسقط حكومة نتنياهو أم هذا مستبعد؟ لا، حاليا هي تستند إلى ائتلاف ثابت من 64 نائبا يمينيا ومتدينا، وبالتالي لا يبدو على الأمد القريب بأنها قابلة للسقوط، لكن هي في مأزق حقيقي قد يقود البلاد إلى مأزق دستوري عمليا، عندها يمكن أن تسقط. نعم نعم. طيب زياد، سؤال أخير أريد أن أسألك عنها الحقيقة، مسألة القانون الذي سيقرأ 3 مرات في الكنيست، موضوع إعدام الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات في إسرائيل، ما الجديد بالنسبة لهذا القانون، لهذا المشروع؟ طبعا هذا مشروع قانون مرة في القراءة التمهيدية، يحتاج إلى 3 قراءات، يعني يحتاج إلى وقت لإقراره في الكنيست الإسرائيلي. هو ينص على الجواز إعدام عمليا منفذي العمليات الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية. قد لا يمر في نهاية المطاف، ولكن فقط للتذكير، في القانون العسكري الإسرائيلي الإعدام موجود،
وميدانيا عمليا الاعدام ينفذ بدون محاكمه في 90% من الحالات التي طيب فيها. لكن زياد اسمح لي فقط انوه الى العاجل الذي ورد للتو، متظاهرون يحاصرون زوجه بنيامين نتنياهو داخل صالون نسائي في القدس، وهناك طبعا احتجاجات كما ذكرنا مستمره ضد قانون اصلاح القضاء في اسرائيل، واليوم كان هناك اشتباكات بين الشرطه والمتظاهرين الاسرائيليين. لا اعلم زياد الخبر اذا كان لديك أي إضافات، أي تعليق، أي معلومات إضافية؟ صحيح صحيح عزيزي، بنيامين نتنياهو أدلى بالخطاب الذي أدلى به كي يقول هذه الجملة. هو قالها في الكلمة بأنهم يحاصرون زوجتي داخل الصالون، يريد أن يستعطف الشارع اليميني وأن يصور المتظاهرين وكأنهم يهاجمون الشخصيات زوجة في رئيس إسرائيل. نعم. هناك الآن مظاهرة أمام منزل نتنياهو. نعم. وهذه مظاهرة كانت مبرمجة من قبل المتظاهرين. نعم. هذا في إطار السجال الداخلي الإسرائيلي. نعم. وإضفاء بعد دراماتيكي على ما يحدث. شكرا جزيلا لك زياد حلبي من القدس. بعد سنوات من قتال تنظيم داعش والتغلب عليه، تبقت معركة أخرى هي أكثر صعوبة، وهي مواجهة إرثه الفكري المتطرف وبقايا مقاتليه وأفراد عائلاته التي تتوزع في مخيمات وسجون داخل سوريا والعراق. العربية وضمن تغطيتها الخاصة دخلت أخطر تلك المخيمات، وهو مخيم الهول الذي تقيم فيه زوجات مقاتلي داعش وأبنائهم من العرب والأجانب، والتقت بهم ورصدت الأوضاع الأمنية فيه بعد اكتشاف نشاط واضح لخلايا التنظيم بداخله. لم تبق له حصون ولا مدن، ولكن لا يعتقد كثيرون هنا في شمال شرق سوريا أن تنظيم داعش زال. يقولون أنه باق في مخيمات وسجون وخلايا نائمة، ورحلة البحث عنه لا تبدأ إلا من مخيم الهول. الدخول لمخيم الهول استدعى التنقل في مركبة مصفحة وحراسة مسلحين من قوات حماية المخيم. وهؤلاء لا ينتشرون عادة داخل المخيم، بل يكتفون بمراقبة البوابات وتسيير دوريات، لكن جولة كهذه تثير مخاوفهم من هجوم مسلح أو حتى بحجارة. ثلاثة وخمسون ألف شخص من 56 دولة يقطنون هنا ويتوزعون على 6 أقسام، غالبيتهم من عائلة الدواعش، قدمنا من الباغوز ومناطق أخرى. بدأنا جولتنا من قسم المهاجرات، وهو الاسم الذي يطلق على قسم زوجات الدواعش غير السوريات أو العراقيات وأطفالهن. به خيام وسوق للملابس والخضر. من أين أنت؟ حبيبين قليلنا. لم يكن الحديث مع الكثير منهن يسيراً، رفضت بعضهن الحديث وأخريات أعاقتهن اللغة. متى أتيت إلى هذا المخيم؟ الاقتراب من أخريات كان أسهل، لكن الحديث معهن كان ينعطف سريعاً إلى استماتة في الدفاع عن التنظيم. ايه بلى، يعني هذا اوامر من خليفه، اجى عندنا امير وقال انتم لازم اجبرين انكم تطلعوا هنا، في خدمه مع امريكيه مع اخوان مجاهدين، ها انتم تطلعوا هنا تطلعوا شويه بعد ان شاء الله انتم كمان ترجعوا للدوله الاسلاميه. مش كنا نطبق شرع الله، بس نطبق شرع الله. طبقتم شرع الله؟ كان الدوله تطبق شرع الله، اللي يسرق يقطع عينه، اللي يقتل يقتل، ايش هذا؟ وهنا شرع الله. لا ترغب أم محمد، وهكذا تسمي نفسها، بالعودة إلى مصر، فهي تعتقد أن ما تسميها دولة الخلافة ستعود. ترغبين بالعودة إلى مصر؟ لكن أخريات ربما يأسن ويأملن فقط بأن يعودن لبلدانهن. ترغبين فعلا بالعودة للمغرب؟ فعلا أكيد، اليوم قبل بكرة.
ندمتي على ذهابك؟ أكيد ضروري، يعني لازم نحن نرجع بلدنا، ما يضل أوضعنا هيك يعني في المخيم. يعني أنت شوفي يعني معروف الخيام والوسخ وكل شيء، يعني لازم يعني ترحيل عائلات داعش وتفكيك المخيم مسعى عبرت عنه قوة سوريا الديمقراطية التي طالبت مراراً دولاً باستلام رعاياها من عائلات التنظيم. برأيي الشخصي أنه أكثر من 5 سنين أو 6 سنين نحن بحاجة لهم لحتى نفكك مخيم الهول بالكامل، لأنه العدد كتير كبير، العدد ضخم. أنت عم تحكي عن 53 ألف لاجئ ونازح، عندك العراقيين ما يقارب 27 ألف عراقي، والسوريين اللي موجودين هن نسبتهم أكثر من 18 ألف سوري، أغلبيتهم هن من مناطق سيطرة الحكومة السورية، وعندك قسم خاص بالأجانب اللي هن المهاجرات، أو إذا بدك تخلي المخيم منهم هن بحاجة لقرارات دولية صارمة حتى أنت تقدري تفكي المخيم وترجعي كل هدول لبلدانهم. مهمة صعبة إذن، فيما إدارة المخيم وتأمينه يبدوان أصعب. كان في حملة أمنية للقوات حماية المخيم داخل المخيم. خلال الحملة الأمنية تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة، كمان تم القبض على كثير من خلايا داعش. خطر بدأ أوضح بعد اكتشاف شبكة خنادق وأنفاق محفورة تحت الأرض لتهريب سلاح ومتطرفين وأموال. سارة بن عشوبة، العربية، مخيم الهول في شمال شرق سوريا. بعد قليل في أخبار الساعة، أكثر من 10,000 كارثة خلال 33 عاماً، فهل عالمنا مستعد للكوارث الطبيعية؟ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا جعل البلاد تنشغل عن الكثير من الملفات الداخلية. أبرز هذه الملفات: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والتي ستجرى في نهاية المطاف في موعدها دون أي تغيير. فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في 14 من مايو المقبل. وأثيرت الشكوك بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها بعد الزلزال المدمر، وأثر الزلزال بشكل واضح على الحملات الانتخابية التي كانت تسير بشكل جيد وقت وقوع الكارثة. ونقلا عن وكالة رويترز، فإن مسؤولا تركيا قال إن الكارثة خلقت صعوبات جمة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، سيما على المستوى اللوجستي. وكانت المناطق التي ضربها الزلزال تضم حوالي 8 ملايين ناخب مسجل، أي ما يعادل 14% من الناخبين. ومن المتوقع أن يبت المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا في كيفية إجراء الاقتراع في تلك الولايات، أو ما إذا كان يمكن إجراء الاقتراع هناك من الأساس. ولا يبدو واضحا مدى تأثير الزلزال على حظوظ أردوغان في الانتخابات الرئاسية، فهناك بعض الانتقادات التي وجهت إليه من المعارضة بسبب بطء وتيرة استجابة الحكومة عقب حدوث الزلزال، إلى جانب اكتشاف سوء البنية التحتية ووجود حالات غش كثيرة في عمليات البناء، ما أدى إلى فتح تحقيق واعتقال العديد من المقاولين وأصحاب شركات البناء. أما مؤيدو أردوغان فيرون أن الانطلاقة السريعة لجهود إعادة البناء ودعم المتضررين من شأنه أن يرفع من أسهم الرئيس التركي في الانتخابات القادمة. حالة ترقب تعيشها مدينة اسطنبول بعد تداول العديد من الشائعات التي تشير إلى إمكانية حدوث زلزال قوي في أكبر المدن التركية. بلدية اسطنبول أخذت الموضوع على محمل الجد من خلال إعلان رئيسها أكرم إماموغلو عن خطة شاملة لمواجهة خطر الزلازل وهذا الزلزال المتوقع بالتحديد في مدينة اسطنبول. وتأتي الخطة وسط توقع الجهات الرسمية ومختصين في الزلازل بأن مدينة اسطنبول معرضة بحكم موقعها لخطر حدوث زلزال كبير بقوة تتجاوز 7.5 درجة على مقياس ريختر. وتقدر الجهات المختصة في تركيا أن عشرات الآلاف من المباني في مدينة اسطنبول معرضة للانهيار الكامل حال وقوع زلزال بهذه القوة.
وخطر الزلزال تحول إلى ورقة ضغط سياسي بين يدي المعارضة التي تتهم الحكومة بالفشل في التعامل مع أزمة الزلزال جنوب البلاد في أيامه الأولى. كما تقول المعارضة إن الحكومة فشلت أيضا في امتحان الرقابة على أشغال البناء، مضيفة أن الحزب الحاكم لم يتخذ أي إجراءات منذ تسلمه الحكم قبل نحو 20 عاما لمواجهة خطر الزلازل، خاصة في مدينة كاسطنبول التي يعيش فيها نحو 20 مليون نسمة. معنا من اسطنبول دكتور بكير أتجان، مدير معهد اسطنبول للفكر. دكتور بكير أهلا بك معنا. لماذا تصر السلطات التركية على إجراء الانتخابات في موعدها رغم أن هناك 10 ولايات متضررة، عدد كبير من سكانها فروا من تلك المناطق، وطبعا أن تبعات الزلزال لم تنحصر بعد، وهناك تخوف من زلزال جديد أو حالة الخوف ما تزال موجودة على الأقل، فلماذا تصر السلطات التركية على إجراء الانتخابات في موعدها؟ مساء الخير، تحياتي لكم. نعم، للأسف الشديد هناك ما زالت تركيا تعاني وسوف تعاني في الأيام أو في الأشهر القادمة أيضا، لأن الزلزال تهدد جميع أنحاء تركيا وليست فقط الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وليست فقط كما قلتم في تقريركم قبل قليل بما فيها اسطنبول والمدن الأخرى. نعم. ولكن إذا أخذنا بين الاعتبار إذن لا غير ممكن إذن أن نذهب لا إلى انتخابات ولا إلى أي شيء. لذلك لابد على تركيا أن تأخذ بين الاعتبار طبيعي هذه الخواطر، ولكن في نفس الوقت أن تنجز المشاريع التي إن كانت هذه انتخابية أو مباني. نعم. أو حكومية مهما كانت الأسباب. نعم. والدليل على ذلك يعني هنا للانتخابات 70 يوما اعتبارا من غدا 70 يوم بالضبط. نعم. هذه فترة طويلة، يعني فترة طويلة تستطيع الحكومة وحتى المجالس المحلية. نعم. 70 يوما دكتور بكير، ولكن المعارضة التركية نزحوا كما قلتم. نعم، عذرا على المقاطعة، 70 يوما. نعم. يعني فترة يعني معقولة نسبيا كما تفضلت، ولكن بالنظر إلى حجم الكارثة فقد تبدو قصيرة نوعا ما، خاصة في ظل الانتقادات الشديدة من المعارضة التركية للرئيس والحزب الحاكم بأنه فشل في التعاطي مع الزلزال، وبأن خاصة مع اكتشاف مسائل الغش في يعني معايير البناء وكل ما تبع ذلك كذلك من انتقادات. يعني إذا أخذنا بالاعتبار ما تدعيه المعارضة نقول نعم لهم الحق، ولكن إذا أخذنا بالاعتبار ما تقوله الجهة الأخرى الحكومة وأنصارها أيضا. نعم. نقول لهم الحق. لماذا؟ لماذا؟ لأن كما أشرت قبل قليل تركيا يعني الدولة تحيطها الزلازل، وتاريخيا منطقة زلزالية منذ القديم، وما زالت وحصلت فيها زلازل قبل أشهر عدة مدن، يعني. نعم. ليست الأولى من نوعها. نعم. ولكن طيب. النقطة هامة لابد ذكرها. عفوا، هذه نقطة مهمة أريد أن أذكرها هنا. المعارضة كانت ضد فكرة تحديث المباني، وخاصة في مدينة أنطاكيا، إسكندرون ومراش، المدن التي حصلت فيها الزلزال حصريا. نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تدعي كانت بأن هذه المدن في حال حصل فيها هذا التحديث المباني وأشياء أخرى من هذا النوع، فكانت هذه المناطق تعتبر المعارضة بأنها خلاع لها، فإذا حصل التحديث وخاصة من طرف الحكومة فهذه. نعم. تتحول تدريجيا إلى أنصار الحكومة، ولذلك كانت تعارض بشدة، حتى إسطنبول تعارض عليها بشدة على التحديث. طيب. يعني من تعارض ليست الأهالي، بينما الحكومة تعطي. على سبيل المثال أنا أقول لنفسي لدي مكان في مدينة إسطنبول. نعم. فراجعت الحكومة. نعم. لكي تعطيني قروض، فأعطتني ليست قروض، قالت لي أنت 3 سنين تحتاج لتجديد هذا المكان. طيب. فتحتاج إذن
مبالغ لهذه، فأعطتني المبالغ مقدما وأنا قمت باللازم وما زالت لن تنتهي بعد. طيب. لذلك الحكومة تشجع وتعطي إن كانت نقدي أو حتى دعم من أطراف أخرى أيضا، ولكن للأسف المعارضة إلى الآن تعارض بشدة ولكن تقترح بعض الأمور والتي هي تطبيقها صعب الآن وفي المستقبل. دكتور بكير أتجان مباشرة من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. وزلزال تركيا المدمر فتح النقاش من جديد حول الكوارث الطبيعية التي باتت تشكل مصدر تهديد حقيقي للبشرية بشكل عام. بهذا الخصوص أكدت ممثلة الخاصة للأمم المتحدة للحد من المخاطر مامي ميزوروتوري أن التحديات المتعددة في السنوات الثلاث الماضية أبرزت الحاجة لتحسن أو تحسين التأهب للكوارث المقبلة. وكشفت ميزوتوري أن العالم أضحى الآن بحاجة إلى تعزيز البنى التحتية والنظم البيئية بدلا من إعادة بنائها لاحقا. وتشير العديد من التقارير العلمية إلى أن العالم ليس مستعدا على نحو كاف لمواجهة الكوارث الطبيعية، فغالبا ما تتحرك الحكومات بعد وقوع الكوارث. ودعا مركز الدراسات الدولي للكوارث الطبيعية إلى تعميم أنظمة الإنذار المبكر، مشيرا إلى أن التحذير من حدوث عاصفة قبل 24 ساعة مثلا قد يقلل الضرر بنسبة 30%. ومنذ العام 90 أثرت الكوارث الطبيعية المختلفة على أكثر من 6 مليارات شخص في العالم وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وتأتي على رأس القائمة الفيضانات والعواصف التي اشتدت بفعل تغير المناخ وتمثل 42% من إجمالي الكوارث. بعد قليل في أخبار الساعة، عطل يتسبب بانقطاع خدمات تويتر عن آلاف المستخدمين. لا تعض اليد التي تطعمك، بهذه الكلمات هاجمت الصين أغنى رجل في العالم الأمريكي إيلون ماسك. الرجل الذي دأب على إبداء آرائه السياسية بشكل صريح أثار حفيظة الصين من خلال حديثه عن مصدر نشأة فيروس كورونا. بكين حذرت ماسك من مشاركة المنشورات التي تروج لنظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين. تحذير مباشر إذن وشديد اللهجة، لكنه لم يأتي على لسان أحد المسؤولين الصينيين، فالتحذير نشر على صحيفة جلوبال تايمز الحكومية، وكان الكاتب يرد على تعليق ماسك على استنتاج وزارة الطاقة الأمريكية بأن فيروس كوفيد-19 نشأ في مختبر في ووهان الصينية. تحذير الصحيفة حمله بين سطور هذا المقال إذن تلويحا بإمكانية الإضرار بمصالح ماسك في الصين، سيما شركته للسيارات الكهربائية تسلا. وتملك شركة تسلا مصنعا في شنغهاي الصينية، كما أن الصين هي ثاني أكبر سوق للشركة. معنا من باريس دكتور حسان القبي الباحث في الاقتصاد السياسي. دكتور أهلا بك معنا. لا تعض اليد التي تطعمك، هل حقا الصين هي اليد التي تطعم إيلون ماسك، وهو بالمناسبة عاد إلى قائمة المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم قبل أيام؟ نعم، هكذا عنونت جلوبال تايمز، يبدو احتجاجا على ما غرد به ماسك. ماسك ملك تويتر، وما أدراك ما تويتر، يعني ملك تويتر ويغرد بكثافة يبدو أن الجانب الصيني ربما منزعج أكيد. من عودة هذا السجال الفيروس صيني أمريكي صيني. موقع ماسك ربما كذلك من ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين، ربما صفاف لنظرية ترامب إن صح التعبير. ماسك بالنسبة إليه الصين سوق مهمة جدا، ولكن ليست الوحيدة، ولكن كرجل أعمال ولكن لديه مصنع لتسلا كبير جدا في شنغهاي كما ذكرنا، والصين يعني من أهم أسواق السيارات الكهربائية وبالتحديد سيارة تسلا. طيب دكتور، برأيك لماذا ذهب إيلون ماسك للحديث على موضوع السياسة والحديث على نشأة فيروس كورونا وتسربه من مختبر في ووهان، وهو يعلم جيدا أنه لديه مصالح كبيرة مع الصين؟
نعم، هو من المفروض من لديه مصالح عديدة يتحاشى مثل هذه المواضيع، ولكن ماسك كما قلنا نشط جدا على موقع تويتر، وكذلك ربما في إشارة في هذه الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين من جهة أخرى، مع دخول بايدن قال سوف تتواصل الحرب ولكن سوف تبقى في أطر أخرى، ليست بنفس الطريقة التي يعني مارسها ترامب في وقت من الأوقات، ولكن ربما هي نصرة لترامب. نعرف أن ماسك لما اشترى تويتر قال ربما سوف نسمح بفتح حسابات ترامب المغلقة على تويتر. نعم. بالنسبة للصين، الصين ليست فقط سوق مهمة ومصنع في شنغهاي، كذلك الصين اليوم بالنسبة للبطاريات الإلكترونية التي تعمل بها السيارات الكهربائية كذلك تتحوز على ممكن قسط كبير من هذه السوق العالمية، وربما حتى هي مزود، لذلك هناك يعني ممكن تحذير خفيف، علما أن قانون الاستثمار الصيني وحتى القوانين في الصين تضمن ممكن المستثمرين الأجانب، لأن الصين عندما قبل أن تخرج وتكون هي من الدول الرائدة في الاستثمار الأجنبي في الخارج عملت منذ التسعينات على استقطاب رجال الأعمال، واليوم حتى مشكل مع السلطات الصينية لرجل أعمال مثل إيلون ماسك لن يشجع كذلك، يعني الموضوع لديه تجاذبات عديدة وسوف يطول، ولكن التوقيت ربما نقف على التوقيت، لماذا في هذا التوقيت بالذات العالم بدأ ينسى مسألة الفيروس؟ ممكن الحرب الروسية في أوكرانيا أخذت ممكن الاهتمام الأكبر للعالم، ولكن كأنه يعود بنا لمسألة يعني نهاية 2019 عندما ظهر في ووهان نتذكر جيدا أواخر 19، ثم انتشر في كل العالم وبدأ هذا السجال، لماذا هذا التوقيت بالذات؟ ربما حقيقة نقطة استفهام كبرى، ولكن العالم اليوم الرهان العالمي اليوم دعني أقول أنه رهان اقتصادي بحت، رأينا حتى العديد من الدول والقوى العالمية والقوى الإقليمية تجنب كل مشاكل السياسة، تحاول أن تكون سياسة صفر مشاكل والتركيز كل التركيز على الناحية الاقتصادية، لأن التحديات الاقتصادية العالمية كبيرة جدا في هذه المرحلة، وحتى تحديات المناخ وحتى تحديات المناخ، والعالم يريد هذا التحول. دكتور حسن، سأكتفي معك بهذا القدر، وتعليقا يعني الحقيقة أنت محق فيما ذهبت إليه، يعني نسينا تماما أنه كان هناك كورونا في ضوء الأحداث التي توالت بعد الوباء. شكرا جزيلا لك دكتور حسن القبي من باريس. أعلنت مجموعة NBC بأن مسلسل معاوية ما زال قيد التحضير، وأكدت أن موعد عرضه سيتم تحديده لاحقا، ونفت المجموعة صدور أي بيانات أو كتب رسمية منها، وشددت NBC على أن البيانات المتعلقة بمجموعتها تصدر رسميا عنها وتوزع عبر مكتبها الإعلامي من مقرها الرئيسي، وأن المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بإنتاجاتها وعروضها وجداولها هو الشاشات ومنصاتها وصفحاتها الرسمية فقط. أخبار الساعة انتهت، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. بعد أن اقتربت من موسكو مسيرات أوكرانيا تشن هجوما على القرم، وروسيا تشدد الرقابة على الحدود والحركة الجوية. قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي يعترف بأن عنف المستوطنين في بلدة حوارة كان مجزرة منظمة. العربية في مخيم الهول ترصد الأوضاع الأمنية فيه بعد اكتشاف نشاط واضح لخلايا التنظيم بداخله. لا تعض اليد التي تطعمك، بهذه الكلمات الصين تهاجم إيلون ماسك وتهدده بتسلا، والسبب تغريدات حول أصل كورونا. شكرا لكم على كرم المشاهدة، المزيد دائما يبقى على العربية دوت على صفحتنا على مواقع التواصل، وأعود وألقاكم بعد قليل في موجز الأنباء. إلى اللقاء.